ظهور سريع يدور القدم الى الهدف وللهدف 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 فاول من اجل ركله التعديل يوهو اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في رابع حلقه من برنامجكم المعلق الذهبي، الاثاره موجوده ومضمونه. مثل ما شاهدتم في الحلقات السابقه مشاركات متعدده ومواهب ملفته للانتباه. حلقتنا لليوم كما عودناكم تحمل في طياتها العديد من الأصوات المختلفة، منها ما هو مثير للاهتمام ومنها ما هو إلا محاولات خجولة. أهمية الكرات الثابتة في هيك مواقف حساسة يلعبها عامر الدياب جول 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 هدف أول لمنتخبنا عن طريق خليل بن عطية، هدف ولا اروع من خليل بن عطيه بعد تنفيذ رائع من عامر ديب. لاعبين المنتخب الياباني اللي كانوا عاملين رقابه لصيقه على مدافعين منتخبنا طوال القامه يظهر لهم خليل بن عطيه من تحت الارض ويمزق الشباك اليابانيه. هدف رائع جدا من خليل بن عطيه. شوف فرحه الجماهير، شوف فرحه الجماهير. نعم نحن كشعب كم بحاجه لهيك فرحه في ظل الظروف الصعبه اللي نعيشها. يا الهي ما اروع الهدف من خليل بن عطيه امام اعين الحارس عامر شفيع، أسطورة منتخبنا الوطني والأسطورة التاريخية الخالدة لمنتخبنا. يا إلهي شوف التنفيذ من عامر ديب وشوف اللعب على القائم القريب من خليل بن عطية، ولا أروع التنفيذ من عامر ديب، ولا أروع أيضا الذكاء من خليل بن عطية وتوجيه الكرة بطريقة ولا أروع. الآن تلعب الكرة عند عامر ديب، يا إلهي على القتالية من عامر ديب. يروح أحمد هال، يروح بالطرف اليمين، يروح أحمد هال، يروح أحمد هال، يروح 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 جول 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 أحمد هال يفعلها، أحمد هال يفعلها. اللاعب اللي في يوم من الأيام كان بدون نادي، اللاعب اللي عانى الأمرات للتوقيع مع نادي، هو الآن اللاعب رقم واحد في البلد، وهو اللاعب اللي بإذن الله راح يقود منتخبنا للتأهل لكأس العالم في البرازيل. يا إلهي يا إلهي عليك يا أحمد هايل، ولا أروع ولا أروع من أحمد هايل. شوف الجرأة، ذكرتنا بلقطة جارث بيل مع ريال مدريد. يا إلهي على أحمد هايل. شوف أحمد، شوف عامر ديب، شوف عامر ديب اللي وراء الهدفين. شوف أحمد هايل، شوف الكنترول، شوف الكنترول ولا أروع، شوف الكنترول ولا أروع. يا إلهي عليك يا أحمد هايل، ولا أروع من أحمد هايل. الكرة مع المنتخب السوري، عبد الملك عنيزين لجهاد بعور، نسوري قاسيو يتطلعون لتحقيق الانتصار الأول بعد التعادل مع فلسطين. مارديك مارديكان محترف نادي الجزيرة الأردني يمشي عنيزين يريد أن يعمل العرضية، ولكن سالم العجارين الوحش اعترض العرضية ورمي التماس للمنتخب السوري. المنتخب السوري يمشي مارديك مارديكين يحاول إيجاد الثغرة ولكن البخيت يقطعها، يمشي مرجان يمر مرور الكرام، مرجان مرجان مرتدة، ثلاثة ضد خمسة ثلاثة ضد خمسة، يمشي البخيت البخيت الفنان السريع النفاثة، يا بخت الأردن فيك يا بخيت، يعمل العرضية الخطيرة جدا، يمشي الرواج يضرب جول. 1-0 للنشامة، 1-0 للتعمري، 1-0 للمنسف الأردني. التعمري التعمري التعمري، افرحوا يا جمهور الأردن، افرحوا يا أردنيين، افرحوا افرحوا وصهللوا، افرح يا فيتال. ملا نشامة وملا مرتدة يا أردنيين، ملا جرينتا يا با فيصل ويا طارق خطاب. ارقص ارقص يا تعمري، احتفل يا تعمري، زغرت يا تعمري، زغروتة أردنية في الأراضي الإماراتية أمام النسور السورية. التعمري في التمركز السليم، وفي التمركز السليم الرائع جدا. شوف المرتدة واعطيني الإعادة، المرتدة، شوف هدوء هدوء ياسين، روعة البخيت، نظرة البخيت، عرضية البخيت، وضربة وتمركز التعمري الرائع
ملامور يا بخيل مر مر وعدى وفات والرواج ده يضرب والتعمري يلمس الكورة ويحطها في الشباك السورية. ولكن لا ننسى لا ننسى من بدال هجمة المرتدة بعد قطعة ياسين بعد قطعة البخيت هو سعيد مرجان مرجان الذي فرش الأرض بالمرجان والورد الذي فرش المرتدة بالورود والمرجان. الكلام ده نيمار نيمار يحاول نيمار مار يلعب كرة يا إلهي الكلام ده فينيسيوس 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 بانيا بانيا لرودريجو رودريجو جول أول هدف لمباراة المنتخب كأس العالم قطر إلى 1-0 لبرازيل على رقصات السامبا. الكرة عند نيمار نيمار يحاول نيمار يحاول على بحث كرة عرضية الله يا نيمار طب يا نيمار مش مشكلة الكرة عند فينيسيوس يحاول وانا تكسيميرو تكسيميرو لفينيسيوس رودريجو رافينيا من رافينيا على نيمار نيمار بعيد عن نيمار فينيسيوس مش ممكن مش ممكن الثاني وسجلوا لبرازيل في رقصات السامبا. الكرة عند الأرجنتيني ميسي يونيو ميسي حاول يخلط بزين الميسي وركلة جزاء ركلة جزاء لينيل ميسي لا لا يا حكم أنا أعتقد إنه والله ما فيها شيء يا حكم نزل على الطابة نزل على الطابة بالميتسا لا لا يا جماعة لا لا نريد هذه المشاكل يا جماعة نريد مباراة جميلة نريد كلاسيكو جميلة على كأس العالم إحنا جايين نستمتع في هذه المباراة إحنا الآن في كأس العالم لا نريد هذه المباراة لا نريد مباراة جميلة نحن جايين نستمتع في هذه المباراة إلى حساب الحكم ركلة جزاء حسبها إلى أن ليونيل ميسي في الدقائق الأخيرة يسجلها ميسي أم لا ميسي تقدم في الدقائق الأخيرة ليونيل ميسي ميسي وأليسون ميسي سجلها 2-1 إلى أن تنتهي المباراة في هذه السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله مساءكم متابعي مشاهدي قناة الأردن الرياضية بكل خير ومودة ومحبة. ننتظر سفرة الحكم اليوم من أجل بدء مباراة نادي الوحدات والشقيق الحسين. الطيور المهاجرة هاجرت لكن لم يبقى إلا الفئات. اعتمد المدرب البوسني داركو على الفئات وهذا الفريق المدجج بالنجوم بقيادة رئيس النادي عامر أبو عبيد. ما شاء الله فريق مدجج بالنجوم الله على هذه الأجواء العظيمة. مباراة كبيرة مباراة ديربي الشمال مع العاصمة مباراة قوية لا تقبل القسم على اثنين. إذن هنا مبكرا أعزائي المشاهدين ركلة ركنية على تنفيذ هناك على ما أعتقد محمود شوكت. إذا محمود شوكت على تنفيذ هذه الركلة ما شاء الله أجواء جماهيرية رائعة. إذا هناك طب هل الله هدف عن طريق اللاعب دانيال عفانة الله 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 الهدف الأول أتى مبكراً عن طريق اللاعب دانيال عفانة برفعة من طريق اللاعب محمود شوكت الله 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 على الباكر وجماهير الوحدات تصفق لهذا اللاعب الكبير بأدائه والصغير بعمره الله 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 هدف رائع هدف شاهد الإعادة شاهد رفع عن طريق اللاعب محمود شوكت ومباشرة عن طريق اللاعب دانيال عفانة داخل الشباك هدف رائع شاهد مرة أخرى عزيز هدف رائع الله 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 أتى مبكر هدف أتى مبكر يعني لو تحدثنا هذا الهدف ممكن يكون أسرع هدف في هذه البطولة الرائعة بطولة المئوية الأردنية. إذا هناك نعود مرة أخرى لتوجيه إذا هناك على هناك مصعب اللحام يعطي زميل إذا هناك معرة أخرى مصعب اللحام مصعب يرفع الكرة لكن بجانب الشباك لم تأتي كما يشتهي اللاعب مصعب اللحام لاعب كبير لديه صولات وجولات في عدة أندية. حلقة بعد حلقة يتبين لنا أن البرنامج يحقق أهداف العديد من الشباب الحالمين بالنجومية والباحثين عن سبلها.
سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ هل سيحبس أنفاس جماهير إسبانيا الموجودة في المدرجات والموجودة في كل المدن الإسبانية والموجودة في بيوتها؟ هل يحبس أنفاس رونالدو؟ رونالدو يستعد، البلدازر العملاق قد يفعل، رونالدو يسجل الثلاثية وهدف التعديل. رونالدو 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 يستعد تنفيذ هذه المخالفة. تركيز كبير، تركيز من فوق للتحت، من الصدر للظهر للرجل للبطن للأذن للرأس للرجل، كل الجسد كل الجسد بتاع رونالدو مركز. اوبا وخطيرة، رونالدو في تنفيذ هذه المخالفة. رونالدو امسك راسك، امسك شعرك، امسك صدرك، امسك بطنك، انت امام رونالدو يا ولد، انت امام رونالدو يا ولد. سبع ارواح، قلت لكم سبع ارواح، البرتغال يعود، اسبانيا تسيطر، اسبانيا تستحوذ، اسبانيا تتفوق. رونالدو 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 جول 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 جول، وكأنه حط بيده رونالدو. هذه واحدة من أجمل مباريات في التاريخ، نعم من أجمل مباريات في التاريخ، حضر فيها رونالدو، حضر إيكيسكو، حضر ديجو كوستا. يا رونالدو لو جيت منك أنا اليوم نتوقف عن ممارسة اللعبة، أو بالأحرى توقف عنها لما تفوز بكأس العالم، لأنك تستحقها، تستحقها أنت وميسي في الدقيقة 90. جول زاد الكبر يقول نحن هنا، نحن الوحداتيون، لا مكان أبدا لنا، لا مكان بدون الوحدات، الوحدات يرد على الزعيم، مباراة ولا أروع. يا السلام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات والمحبات. نعم هنا أحداث الشوط الثاني، لقاء الوحدات والفيصلي، كلاسيكو الكرة الأردنية، هناك بالأراضي الفلسطينية، هناك بأرض فلسطين الكرامة والعز. شاهدنا الشوط الأول أمامنا وأمامكم مشاهدين الكرام عبر قناة الوطن وعبر مسابقة المعلق الذهبي. نشكركم على هذه المسابقة أيها القائمين. شاهدنا الشوط الأول، كان سيطرة واستحواذ للوحدات، لكن زون دفاعي، وأي زون دفاعي للفيصلي، جدار دفاعي فيصلاوي متين، عزل لاعبين الوحدات وقطع عنهم الماء والكهرباء. فخال يعطيها عند أسينسيو، أسينسيو، أسينسيو عند رولاندو، رولاندو مور يلعب كرة، يا إلهي كالما كالما رولاندو الكبير، وفي اليوم الكبير، الله عليك يا رولاندو، أول تهديد لريال مدريد. إندرسون البرازيلي عند كاي ووكر، كاي ووكر عند روبن دياز، روبن دياز يلعب عند كيفن دي بروين، دي بروين عند رودري، رودري فرناندو سيلفا عند دوندوغان، 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 دوندوغان هلاند، سجل هلاند التيكر، سجل هلاند التيكر، مارواك يا هلاند، مارواك تيكي تاكا، مارواك يا هلاند التيكر. على يمين الشاشة الريال بلونه الأبيض، وعلى يسار الشاشة برشلونة بلونه الكلاسيكي. مباراة غير عادية بملعب الكاب نو، مباراة الكلاسيكو، مباراة غير عادية. كريم بنزيما، لوكا مودريتش، موكا مودريتش لمين، بنزيما يوزع، اي 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 اي، شنو هذا يا كريم؟ انت ليس عادي. الريال مدريد غدار بجميع انواعه، لوكا مودريتش وكريم بنزيما بالموسع، يا ميسي، ميسي يوزع، اي اليو، اي اليو، يا إلهي يا إلهي، الكرة الأخيرة على مرتدة، على انطلاقة، على لمسة، على إيسكو، التمرير نحو كريستيانو، خطيرة لريال مدريد، واحد على واحد، رونالدو مر يلعب كرة. كالما كالما
كبير. يا له من هدف يا رونالدو، يا لها من ضربة يا رونالدو، تبا لك يا كريستيانو. يا إلهي يا إلهي، قلبي الصغير لا يتحمل. شوف اللقطة الرائعة، شوف المرتدة، شوف اللمسة من إيسكو والمرتدة السريعة. وين بيكي؟ وين بيكي ده بعد راج الرياح؟ وين الكرة بعيدة في الزاوية المستحيلة؟ لا مستحيلة عند رونالدو. لا، هدف الثاني لريال مدريد في الملعب الكامب نو مرة أخرى، الأرض المفضلة لكريستيانو اللي سجل فيها أكثر ما سجل في البرنابيو على مستوى الكلاسيكو. واحدة من ليو من كانت من علامة الجزاء، واحدة من كريستيانو من ضربة رائعة جدا وبطريقة يحتفل صاروخ ماديرا. أنا معكم أيها محمود عبد الكريم بني أحمد في قناة رياضية جاردن سبورت. السلام عليكم. لحظات على المنتخب العراقي، هدف ثالث في آخر دقيقة 120 دقيقة، تعطي الأمال لمنتخب السودان الرمادي منافس كنيا والروماني صفقة السافرة، فوز العراق. عراقي يا عراق، موطني لك الجلال والجمال والسناء والباو في رباك، في رباك. هل أراك هل أراك سالما مناعما غانما مكرما سلامات عن كورة. إذا خلاص خلاص خلاص، يلا يا روماني، وش تريد روماني؟ وش تريد؟ وش تريد هذه الكرة؟ يا رب سلامات سلامات مر الكرة على منتخب العراق إن شاء الله. خلاص يا حكمة السافرة، يا حكمة السافرة، يا جلال حسين. إذا المشاهدين، الله الله، أوفسايد أوفسايد العراق. إذا من بصرة وتكريت والنجف والديوانية وأبو غريب والبصرة شط العرب، ضاع الصوت ضاع الصوت وضاع الأصوات، لم يعد لدي احتمال ولو لحظات أني قلت أنا العراق. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا إلى اليوم، نلتقي في حلقات أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.